فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: مما لا شك فيه أن الجميع ينشد انشراح الصدر ويسعى لتحقيقه باعتباره من أهم أسباب السعادة في الحياة، لكن من الناس من يتحقق له انشراح الصدر في الحقيقة، وما صفة هذا الصنف من الناس وما هي أسباب السعادة في الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن انشراح الصدر وهو اتساعه نعمة من الله عز وجل، ولا سيما للداعية إلى الله. ولهذا لما أرسل الله موسى عليه السلام أول ما دعا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وانشراح الصدر له أسباب، أعظمها هداية الله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثانيا، انشراح الصدر بذكر الله عز وجل، قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أما أسباب السعادة، الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، السعادة بطاعة الله عز وجل، تقوى الله. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. نعم.